شبون الجح، شبون مكتوب الجح، هذا صاحب المحل. السلام عليكم. شكرا. حق اللوحة مكتوب عليها الجحش يعني. يا أهلا، اسم الجحش يا باشا. لقب. أنت إيه؟ لقب عيلة. عيلة شيء. عيلة الجحش. يعني واحد يقول لك الجحش ما تزعلش؟ لا عادي جدا، ما فيش أي حاجة. والأخ تقول له الجحش ما تزعلش. العيلة كلها، العيلة كلها جحوش يا باشا. واللي موجودين في الأسطبل كلهم جحوش. والأخ ده؟ والأخ ده جحش كبير. يعني عجز كده يبقى حمار، اللي عجز جحش لما يكبر يبقى حمار. صباح الفل يا باشا. نعم.